بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب أحاديث الفتن والحوادث للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس الخامس. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، الحديث 15: ولأبي داود عن ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تدور رحى الإسلام 35 أو 36 أو 37، فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم 70 عاما. قال: قلت: أمما بقي؟ قال: مما مضى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا الحديث تعديناه بالأمس وعدنا إليه لأنه فيه إشكال في معناه، قد اختلف العلماء في معناه، فهل هو من باب الوعد بالخير وأن هذه الأمة ستستمر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذه المدة وهي الخلافة، خلافة الخلفاء الراشدين، يستقيم أمرها ثم بعد ذلك يكون اختلاف ويكون هلاك بعد مضي هذه المدة 30 أو زيادة عليها؟ هذا قول. والقول الثاني أنه من باب الذم، وأنهم سيكون بينهم فتن وشرور أيهلكون بسبب ذلك. ولذلك أورده المصنف في باب الفتن والحوادث، والله أعلم. نعم. الحديث 19. التاسع عشر. نعم. قال رحمه الله: ولهما عن أبي إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد الخير شر؟ قال: نعم. فقلت: هل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قال: قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذاك الخير من شر؟ قال: نعم، فتنة عمياء، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فقلت: يا رسول الله، وما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل الشجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. نعم، هذا حديث عظيم. حذيفة رضي الله عنه كان معنيا بالسؤال عن الفتن خوفا على دينه، يريد أن يعرف الحكم الشرعي إذا وقعت، ما كان يسأل عن الفتن محبة لها، وإنما كان يسأل عنها خوفا منها عليه وعلى الأمة. قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، يعني عن الخير فقط، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فهذا فيه فائدة عظيمة، وهي أن الإنسان لا يقتصر على تعلم الخير، ولكنه يجمع بين تعلم الخير
تعلم ماذا سيكون ضد الخير حتى يستعد له، لأن الخير لا يدوم، هكذا الدنيا، الخير لا يدوم والشر أيضا لا يدوم. تلك الأيام نداولها بين الناس، وإلا لو كان الخير يدوم ما احتجنا إلى السؤال عن الشر، ولكن نعلم أن الخير لا يدوم فنسأل ماذا نعمل إذا جاء الشر. هذا فقه عظيم. في من الناس الآن من الجهال أو من المغرضين أن يقولون لا تدرسوا مذاهب الفرق والخوارج والمعتزلة والجهمية، هذولا ماتوا وراحوا، يقولون هؤلاء ماتوا وراحوا، لا تدرسون هذا. يقول هذا من الجهل ولا من الغش للأمة؟ لا بد من دراسة هذا، لأن فيه لهم ورثة، ما من قوم إلا ولهم وارث، لهم ورثة. الجهمية باقية الآن، المعتزلة باقية الآن، سائر الفرق باقية. وأيضا لو فرضنا أنهم انقرضوا هم بأشخاصهم، كتبهم موجودة مطبوعه، يطبعونه ينشرونه ويحققونه، يعتنون بها الآن، أتباعهم يعتنون بها جدا، والدول الكافرة أيضا تعتني بها من أجل أن تدسها على المسلمين. فلا بد من دراسة هذه الأمور من أجل أن نعمل لها مضادا، وإلا فإنها ستضر الناس. هذا وجه كون حذيفة يسأل عن الشر. لماذا يسأل عنه؟ بيّن هذا، قال مخافة أن يدركني، خافة أن يدركني، إذا أدركني يكون عندي ما أعالج به هذه الحوادث وأبتعد عن شرها. وهذا من فقهه رضي الله عنه ونصحه للأمة. قلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، هذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يعبدون الأصنام، يعبدون الأشجار والأحجار، كانوا ينهب بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا، كانوا لا يتقيدون بالحلال والحرام، يأكلون الربا، يأكلون الميتات والجيف، يشربون الخمر غير ذلك من الموبقات. هذا في الجاهلية. ثم جاء الله بالخير، بعث رسوله صلى الله عليه وسلم، جاء الإسلام وأشرقت الأرض به. فهل يستمر هذا الخير؟ سأل حذيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يستمر هذا الخير؟ هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، يأتي بعده شر، قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، يكون عندهم تعرف منهم وتنكر، يكون منهم تغيرات، يشير بذلك إلى ولاة الأمور، يكون عندهم بعض الأمور، بعض الأفكار، بعض الشهوات والانحرافات، إلا أنها لا تصل إلى حد الكفر. فعند ذلك يجب معالجة هذا الشر، ولا يسوغ هذا الخروج على ولاة الأمور، تلزم طاعتهم جمعا للكلمة، وإلى أن لا يزيد الشر
تزيد الفتنة فتنة. فبقاء ولاة الأمور وإن كانوا على غير المطلوب من كل جهة ما لم يصلوا إلى حد الكفر فبقاؤهم خير للناس، وممارساتهم عليهم هم، وبقاؤهم خير للأمة، يدرؤون بهم الشر ويلتفون حولهم. فهذا من فقهه رضي الله عنه. ثم قال: هل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، فيه دخن، يعني فيه خلط، ما هو بخير خالص، فيه خلط من الشر كما ذكرنا. قوم يستنون غير سنة الرسول ويهتدون بغير هديه، ويكون عندهم شهوات، ويكون عندهم أفكار، بعض الأفكار مثل ما حدث من المأمون، ومثل ما حدث من غيره، مثل ما يحدث من بني العباس. فيه خير وفيه شر، فيه خير وفيه شر. وفي هذا كما سبق إن الإنسان يلزم السمع والطاعة، لزوم الجماعة، ويصبر على ما يكون من النقص، لأن النقص ولا العدم، النقص خير من العدم المحض. فهذا المنهج الذي أوصانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع البيان ومع النصح، ومع ما يسكت الإنسان ولا العلماء يسكتون، يبينون وينصحون الولاة، هذا واجب، ولا يسكتون على ذلك، يقولون نرضى بهذا لا، مع المناصحة والمعالجة. قلت: هل بعد هذا الخير، يعني على ما فيه خير، فيه دخن، وفيه، هل بعده شر؟ قال: نعم. وهنا تأتي المصيبة، هنا تأتي المصيبة. دعاة على أبواب جهنم، دعاة يدعون إلى النار، كما قال الله جل وعلا: أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة. الشيطان إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. كما أن هناك دعاة للخير، هناك دعاة للشر، والناس أقرب إلى دعاة الشر منهم إلى دعاة الخير، لأن النفوس تميل إلى الفتن وتميل إلى الشبهات، إلا من رحم الله عز وجل، فهم على أبواب جهنم، بمعنى أنهم من اتبعهم يؤول أمره إلى جهنم، لأنهم يضلونه ويغيرون دينه وعقيدته وأخلاقه، فيعمل بأعمال أهل النار، يكون من أهل النار بسبب دعاة الضلال، دعاة الفتنة، دعاة الشهوات. وما أكثرهم الآن يدعون إلى جهنم في كتبهم، في قنواتهم، في فضائياتهم، يدعون إلى جهنم، يشككون في الدين، يسبون أهل الخير، يسبون الصحابة ومن بعدهم، يسبون السلف الصالح ويزهدون فيهم، كما لا يخفاكم، على أبواب جهنم. من أطاعهم قذفوه، أو من أطاعهم قذفوه فيها، في النار، من أطاعهم، هذا يدل على أنه تجب معصيتهم ولا تجوز طاعتهم، يجب الحذر منهم.
يجب الحذر منه. قال: فما تأمرني؟ شوف الفقه، إذا وجد الشر ما تأمرني أن أعمل حتى أنجو من هذا الشر؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ما دام أنه ما يزال للمسلمين جماعة وإمام ولي أمر على ما كان منه من تساهل من نقص، ما الإمامة لا تبطل، الإمامة لا تبطل في الإسلام بسبب ممارسات بعض الأئمة، ما داموا لم يكفروا فإنها تلزم طاعتهم ولزوم الجماعة معهم، لأن هذا عصمة ونجاة من الشرور، وارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما معلوم، ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما معلوم. فوجود الخير ولو كان فيه نقص خير من الشر المحض. فتلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وإن كان هناك أشياء غير مرغوبة في المجتمع وفي الولاة، لكن مع هذا تلزم جماعة المسلمين وإمامهم لما في ذلك من النجاة والسلامة من الفتن. فهذا يدل على أنه لا بد من لزوم الجماعة ولزوم الإمام في كل الأحوال، في حالة الخير وفي حالة وجود الشر لازم من لزوم الجماعة لما في ذلك من الخير والصلاح ودفع العدو. تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ما زال حذيفة عنده أسئلة أيضا، قال: يا رسول الله، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، يأتي حالة ينحل للأمر ولا يكون هناك جماعة للمسلمين ولا يكون هناك إمام لهم، لأنه معلوم إذا لم يوجد إمام لن يوجد جماعة أبدا، لا يوجد جماعة بدون إمام. لا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. لكن قد يكون ينحل والعياذ بالله الأمر في آخر الزمان ولا يكون هناك إمام ولا جماعة، فماذا يعمل المسلم؟ هل يستسلم مع الناس؟ قال: لا، اعتزل تلك الفرق كلها، لا تدخل معها، اعتزل الفتن وأهل الفتن، خلك على حدة، والزم الحق ولو بنفسك ولو أنت وحدك، الزم طريق الحق. ولا بد من إذا بلغ هذه الحالة وبقي واحد على الحق والبقية كلهم على خلافه، لازم يبي يناله شيء من المشاق والمكاره، لأن مخالفة الناس والانفراد عنهم صعب، لكن هذا لابد منه إذا كان الناس على باطل، فلا تكن معهم ولو بقيت وحدك. إذا بقيت وحدك يبي ينالك ضرر، اصبر على هذا، ولو أن تعض على جذل أو جذع شجرة حتى يأتيك الموت، وأن حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، يعني على دينك، متمسكا بدينك، معتزلا للفتن ولدعاة الذين على أبواب جهنم، يدركك الموت وأنت كذلك.
فتموت على الإسلام. هذا حديث عظيم رواه البخاري وغيره، وفيه منهج واضح للمسلم عند وجود الفتن، عند وجود دعاة جهنم ماذا يعمل. هذا يرسم لك الطريق، الطريق الصحيح الذي تنجو به من الفتن والشرور. نعم. قال رحمه الله: وفي رواية: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. نعم، وهذا أيضا حديث عظيم، أنه سيكون هناك أئمة عندهم انحرافات، تغيرات وأفكار، لكن ما داموا لم يبلغوا إلى حد الكفر يقيمون الصلاة فإنه يصبر على ما عندهم، حتى ولو كان فيهم ظلم، ضرب ظهرك وأخذ مالك اصبر عليه، اصبر عليه ولو ضرب ظهرك بالعصي وأخذ مالك، لأن الدين لا يعوض، أما الضرب وأما المال يعوض، لكن الدين لا يعوض. اصبر على دينك واصبر على طاعة ولي الأمر ولو ظلمك، ولو كان الولاة ظلمة، لازم يكون الوالي عادلا مثل عمر ومثل الخلفاء الراشدين، ما هو لازم. والدنيا تتغير والعلم يضعف والدين يضعف في آخر الزمان، ولا بد أن تلزم جماعة المسلمين على ما فيهم، تلزم إمام المسلمين على ما فيه من ظلم للناس أو فسق في دينه دون الكفر. حنانيك بعض الشر أهون من بعض، فتلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وإن ظلمك الوالي أو ظلم غيرك، فالذين يثورون على الحكام الآن ويقولون ظلمه، أكلوا المال، سووا بالمال، فعلوا، ما هو بهذا هدي الإسلام. هدي الإسلام الصبر مع السعي بالإصلاح ما استطاعوا، والصبر على ما يكون من المشاق، الصبر على ذلك. ولا تنسوا قاعدة ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما، جلب درء المفاسد، هذه قاعدة أيضا، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فهذه قاعدة عظيمة في الإسلام. الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة، ماذا عمل معه ليقول بخلق القرآن؟ ضرب وسجن وعذب، ووصل الأمر إلى تهديد بقتله، حمل إلى المأمون ليقتله، ولكنه صبر ولم يخرج على ولي الأمر. شوف، ولم يخرج على ولي الأمر، صبر على التعذيب، صبر على الفتنة، ولم يخرج. حاولوا معه إنه يخرج فأبى، يقول الدماء الدماء، فيحذرهم من ذلك، من فقهه رحمه الله وشفقته على الأمة. فهذا مثال
هذا مثال. شيخ الإسلام ابن تيمية ماذا جرى عليه من ولاة عصره وعلماء عصره؟ العلماء صاروا ضده والولاة ضده، وما وسوى سجن ومات في السجن، ومع هذا صبر، وهو له أتباع لو يبي كان خرجوا على ولي الأمر، لكن ما هو بهذا هدي الإسلام. هدي الإسلام صبر على ولي الأمر المسلم ولو كان ظالما ولو كان فاسقا، لأن ذلك أخف من ضياع الكلمة وتفريق الجماعة. فهذه قواعد عظيمة تعطيكم دفعة قوية في مثل هذه الفتن والشرور، وتعطيكم مضادا ضد دعاة الضلال الآن الذين تعلمون مكايدهم وشرهم على المسلمين، ولا يرد كيدهم إلا الصبر على الجماعة ولزوم الطاعة، هذا يرد كيدهم. وهذا هو الذي أوصانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: ولمسلم إن كان لله خليفة في الأرض، قال ولمسلم إن كان لله خليفة في الأرض فضرب على ظهرك وأخذ مالك فأطعه، وإلا فمت وأنت عاض بجذل شجرة. قلت: ماذا؟ قال: ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قلت: ثم ماذا؟ قال: هي قيام الساعة. نعم، أعد الحديث. قال: ولمسلم إن كان لله خليفة في الأرض فضرب على، إن كان لله خليفة في الأرض يعني ولي أمر، خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة، المراد بالخليفة الذي يخلف من قبله، هو الذي جعلكم خلائف الأرض، المراد بالخليفة الذي يخلف من قبله، وليس الخليفة خليفة الله، هذا ما يجوز يقال خليفة الله، الله ليس له خليفة سبحانه وتعالى، الخليفة إنما يكون عن المخلوق الذي ينوب عنه من ينوب في تصريف الأمور يخلفه بعده، فالخليفة تكون بين الخلق بعضهم مع بعض، أما الله جل وعلا فليس له خليفة، بل الله هو الخليفة سبحانه، الله هو الخليفة، اللهم أنت الصاحب في السفر و ها؟ إيش تقولوا لركبتم؟ والخليفة في الأهل، الله هو الخليفة على أهلك، يتولاهم ويحفظهم لك من بعد في غيابك، الله هو الخليفة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظهر الدجال، إذا ظهر الدجال الله خليفتي على كل مسلم، الله خليفتي على كل مسلم، يعني أن الله يحفظ كل مسلم وقت ظهور الدجال، يكون خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يقال خليفة الله، هذا غلط، وإنما الخليفة معناه من يخلف من قبله من السلاطين ومن الولاة. فإذا كان في الأرض خليفة، إذا كان في الأرض خليفة يسره الله سبحانه وتعالى، كان لله خليفة يعني أن الله جعل خليفة في الأرض على ما كان من حاله كما سبق، فاسمع واطع، وإن أخذ مالك سلب مالك وضرب ظهرك، ما دام انه خليفه
للمسلمين ولي أمر فعليك السمع والطاعة، ولا تقل إن أعطاني شيء وأعطاني مال وإلا أو إنه انكف الظلم عني وإلا سأخرج عليه، لا يجوز، ليس من هدي الإسلام. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون، هذا المنافقون. فالإنسان لا يطيع الخليفة أو الولي الأمر من أجل الطمع، هذه طريقة المنافقين. أما المؤمن فهو يصبر ويسمع ويطيع ولو كان الخليفة يأخذ منه ولا يعطيه، ولو كان الخليفة يضرب ظهره يسجنه، يصبر، يصبر على ذلك. إذا كان لله خليفة في الأرض أوصى صلى الله عليه وسلم بأن يسمع له ويطاع وإن كان ظالما، وإن كان ظالما للناس، لأن ظلمه أخف من الخروج عليه، شق عصا الطاعة. وكونه يصبر على ضرر جزئي يقع عليه أخف من الضرر الكلي الذي يكون على الأمة في الخروج على ولي الأمر. فهذا أمر عظيم، وهو ومبدأ عظيم وأصل عظيم، وهو الانضمام مع جماعة المسلمين ولزوم طاعة ولي أمرهم مهما كان الحال، مهما كان الحال من المشقة ومن لما يترتب على ذلك من المصالح العظيمة ودفع الشر ودفع العدو الأكبر. الكفار يشجعون على شق عصا الطاعة، ويشجعون الحرية والديمقراطية والحرية وما يشجعون على هذا، قصدهم من هذا حل جماعة المسلمين، هذا قصدهم، هذا قصدهم من الديمقراطية ومن كذا ومن كذا. وما هي الديمقراطية عندهم؟ الحرية البهيمية، يخلى الإنسان على هواه، هذه الديمقراطية عندهم، حرية بهيمية تقتل العقيدة والأخلاق ويصبح الإنسان مثل الحيوان، هذه الديمقراطية عندهم. الإسلام لا، حرية شرعية، ما هي حرية ديمقراطية، حرية في الشريعة، الإنسان حر في ماله يتصرف فيه ولا يحجر عليه إلا لسبب، الإنسان حر في تصرفاته في حدود الشرع، حر في تصرفاته في حدود الشرع بانضباط، لأن حدود الشرع هذه من مصلحته ليست حجرا عليه، وإنما هي لمصلحته ومحافظة على مصالحه. فالحرية البهيمية هذه عند الكفار، أما الحرية الشرعية هذه عند المسلمين، هي الحرية الصحيحة. نعم، المرأة تعطى حريتها بمعنى أنها ما تسأل عن عرضها، ما تسأل عن تصرفاتها وعن تبذلها وعن هذه حريتها عندهم. الإسلام لا، المرأة حرة، حرة من الشر، حرة مما كانت عليه في الجاهلية من الابتذال ومن الإهانة ومن المرأة عندنا حرة ولله الحمد، لكنها حرية شرعية لصالحها. يجب أن نعرف هذه الأمور، فتنطلي علينا دغدغات الكفار وشقشقات عملائهم. الدين الإسلامي فيه كل خير، كل خير للبشرية فهو في الدين الإسلامي، كل شر فهو في خلاف الدين الإسلامي.
لا يصير عندنا شك في هذا أبدا. نعم. قال: وإلا فمت وأنت عاض بجذل شجرة. مثل ما سبق، إذا ما وجدت خليفة لله في الأرض فاعتزل، ولو أن تعض بأصل شجرة، ولو أصابك فقر وفاقة وحاجة أصبر، لأن دينك ألزم عليك من أمور الدنيا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. أحسن الله إليكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذا سؤال من كندا، يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا من دولة كندا، وقد حدثت عندنا في كندا فتنة بين طلبة العلم في قضية جرح وتعديل بعض الدعاة والمشايخ. ما يكاد يذكر أحد المشايخ إلا ويقال: هذا حزبي، هذا ضال، هذا كذا وكذا، بدعوى أن هذا من منهج السلف، حتى أدى هذا إلى ارتداد بعض من أسلم. وأنتم يا فضيلة الشيخ صالح، من تسمع هناك فتاواه ولكم محبة وقبول عند الجميع، فهل من بيان ونصيحة في ذلك؟ لعل الشر يقف، نفع المولى بكم الإسلام والمسلمين. هذا سؤال مهم جدا، يعاني منه كثير من المسلمين في الخارج، وهو التعالم، ادعاء العلم وهم ليس عندهم علم، يقتصرون على القراءة على الكتب، يقتصرون على قول على الأشرطة، ولا يرجعون إلى الأئمة وأهل العلم، وعندهم متعالمون يفتونهم وهم ما يفهمون، أو يقصدون التضليل. يجب الحذر من هؤلاء، وسلوك الصراط المستقيم والمنهج السليم ومراجعة أهل العلم وأهل الرأي وأهل العقل. وأما الجرح والتعديل، هذا للحفاظ، للمحدثين، ما هو للدهمة والعوام، هذا للمحدثين، هذا من علم الإسناد في الحديث، لا ينتهك ويبتذل في هذه الأمور، يجعل الغيبة والنميمة والتحريش يجعل من الجرح والتعديل. من قال هذا؟ الجرح والتعديل لا يجوز الجرح إلا في علم الحديث، لأجل المحافظة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا الجرح أصله ممنوع، تجرح الناس ممنوع هذا، لكن هذا خاص برواة الحديث من أجل المحافظة على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء ما يعرفون علم الحديث، ولا يعرفون الإسناد، ولا يعرفون إلا فلان جيد وفلان ردي وفلان عنده كذا وفلان عنده كذا، هذا اللي عندهم، اتبعوا فلان ولا تتبعون فلان وما أشبه ذلك. فأوصيهم بتقوى الله، أوصيهم بطلب العلم على العلماء في الجامعات، على المشايخ، جامعات الشرعية، على المشايخ، لا يطلبون العلم على الفوضى، وعلى اللي يطلب العلم على الفوضى هذا مآله، خلاف اللي يطلب العلم ويتلقاه عن أصوله، فإنه يعرف كيف يتعامل في مثل هذه الأمور، وكيف يتعامل مع الناس والخلافات. أوصيهم بطلب العلم أولا بتقوى الله، والكف الألسنة عن الكلام في الناس، ثانيا أوصيهم بطلب العلم من أهل العلم المعروفين به، دون هذا ما يستفيدون شيئا. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هناك داعية مشهور له دعوة عالمية، يقول: إن الله لا يقدر على كل شيء، ويقول: أنا أعلم ألف شيء لا يقدر عليه الله تعالى، فهل هذا من الدعاة إلى أبواب على أبواب جهنم، وهل يجب التحذير منه؟ هذا ملحد، يقول الكلام هذا ملحد في أسماء الله وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون.
إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. اللي يقول إن الله ليس على كل شيء قدير، سبحان الله، الله يقول الله والله على كل شيء قدير، كم آية فيها والله على كل شيء قدير، إن الله كان على كل شيء قديرا، كم آية؟ ما حدد الله القدرة الإلهية، قدرة مطلقة على كل شيء، كل شيء قدير، بكل شيء عليم، ما حدد سبحانه وتعالى. وأنت تحدد تقول لا هناك أشياء ما يعلمها الله وأنا أعلمها، هذا من الإلحاد في أسماء الله وصفاته. وما كل داعية يكون على حق، اسمعوا كلام الرسول، دعاة على أبواب جهنم، ما كل داعية يكون على حق. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: نريد من فضيلتكم بيان معنى الموالاة المكفرة. نعم، بيان معنى الموالاة المكفرة، وهل هناك فرق بين الموالاة العملية؟ الموالاة للكفار، الموالاة للكفار معناها محبتهم في القلوب ومناصرتهم على المسلمين، مظاهرتهم على المسلمين، هذه الولاية المكفرة. من أحب الكفار ومن يتولهم منكم، يعني من يحبهم أو يناصرهم فهو منهم، من يتولهم منكم فهو منكم. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. الموالاة المكفرة هي المحبة في القلوب والمناصرة لهم في الأعمال. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم قول صدق الله العظيم بعد قراءة ما تيسر من القرآن الكريم؟ نحن في قراءة القرآن رسم لنا النبي صلى الله عليه وسلم آدابا بتلاوة القرآن، ذلك بأن يكون الإنسان على طهارة إذا كان يقرأ من المصحف، إن كان يقرأ عن ظهر قلب يجوز أن يقرأ وهو عليه حدث أصغر، وإن كان عليه جنابة لا يجوز له أن يقرأ القرآن ولا آية وعليه جنابة. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم عند البداية، تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، في بداية السور تقول بسم الله الرحمن الرحيم إلا سورة براءة، وكذلك أن تقرأ القرآن بضبط وعدم لحن على وجهه الصحيح، وكذلك تتدبر القرآن وأنت تتلوه، تتدبره، تستحضر معانيه حسب استطاعتك. ولم يشرع لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقول صدق الله العظيم في ختام القراءة، هاتوا لي دليل واحد إن الرسول أمر بذلك أو إن الرسول فعل ذلك، فهذا لا أصل له، إنما اعتاده الناس فقط. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: صلى إمام صلاة الظهر جماعة ونسي الجلوس للتشهد الأول ولم نعم، صلى الإمام صلاة الظهر ونسي الجلوس للتشهد الأول، نعم، ولم يسجد سجود السهو ولم يذكره أحد من المصلين إلا بعد انتهاء الصلاة بثلاث دقائق، فهل هذه الصلاة صحيحة علما بأننا لم نسجد السهو؟ الصلاة صحيحة إذا ويسجد للسهو جبرانا للتشهد الأول الذي تركه، يجب عليه يسجد، يجب عليه يسجد لأجل ترك سجود السهو، لأنه واجب من واجبات الصلاة، فإذا تعمد تركه بطلت الصلاة، وإذا تركه نسيانا أو جهلا منه فالصلاة صحيحة إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليكم.
وهذا سائل يقول: نحن قبيلة يصل عدد يصل تواصلنا مع أقاربنا إلى الجد السابع والثامن. يقول هذا السائل: نحن قبيلة يصل عدد الجد فينا إلى السابع وإلى الجد الثامن، واتفقنا على وضع صندوق لدفع جميع الديات بأنواعها، العمد والخطأ وشبه العمد، ولمعالجة المريض منا مهما كانت التكاليف، وإعانة من يصاب من القبيلة في ماله بحادث سير وما شابهه، وقيمة الدفع في هذا الصندوق 50 ريالا شهريا على أن على من بلغ عمره 20 سنة ويستمر 15 سنة ثم يتوقف وهكذا، فهل هذا جائز؟ وهل تعطى قضية العاقلة، أو هل يعطل قضية العاقلة في الشرع وعدم مراعاة الغني من الفقير؟ بارك الله فيكم. إذا كان المبلغ الذي يدفعه كل شخص إجباري فهذا لا يجوز، لا يجوز الإجبار، لابد من الرضا، فإذا تبرع ودفعه اختيارا وبرضاه وهو يحسن التصرف فلا بأس، هذا من التعاون على البر والتقوى. أما إذا كان فيه إجبار أو أخذ من أموال الأيتام والقصار هذا لا يجوز، لأنه أكل للمال بالباطل. نعم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: هل يجوز قول وجعلنا من بين أيديهم سدا إذا خشيت أن ينكشف أمري؟ إذا كنت بين أعداء، إذا كنت بين أعداء لك لا بأس أن تقول هذا بالدعاء، أما إذا كان بين مسلمين ليسوا أعداء لا تقول هذا. نعم. وهذه سائلة تقول: هل يجوز أن أستودع أبنائي ونفسي وزوجي يوميا؟ طيب، استودع يعني تورد عليهم، يعني تورد بالأذكار الشرعية والدعاء والدعوات، هذا معنى الاستيداع، الظاهر هذا هو، هذا لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: هل يجوز أن أقول اللهم اكفنيه بما شئت، أقولها بنفسي إذا خشيت من زوجي؟ تقول المرأة: هل يجوز أن أقول اللهم اكفنيه بما شئت، تقصد زوجها؟ إذا كان يعتدي عليها وظالم لها فلا بأس، أما إذا كان أنه ما هو ظالم لها فلا يجوز لها أن تقول هذا، لأن له حق عليها. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم من يقول إن الحرية أهم من تطبيق شرع الله تعالى؟ نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. الحرية هي في شرع الله عز وجل، ما في حرية إلا في شرع الله، أما غيرها فهي حرية بهيمية جاهلية، فلا تناقض بين الحرية والشريعة، الحرية الصحيحة لا تناقض بينها وبين الشريعة، أما الحرية البهيمية والجاهلية نعم تناقض الشريعة، هذا من الكلام الباطل الذي لم يفكر فيه صاحبه. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: رجل عنين هل يتزوج؟ رجل عنين هل يتزوج لكنه يستحي أن يخبر من يخطب له؟ لا، ما يغش، ما يجوز له الغش، كان عنين يخبر أنه عنين وأنه يريد الزواج للخدمة، لا بأس أنه يتزوج لأجل الخدمة، يباح هذا، تزوج امرأة وهو ما فيه شهوة تزوجها للخدمة لكن يعلمها بذلك، لا بأس، أما أن يخفي عليها فلا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا دخلت العشر الأولى من ذي الحجة ونويت الأضحية ثم ذهبت للعمرة في هذه العشر، قال: إذا دخلت العشر الأولى من شهر ذي الحجة وكنت نويت أن أضحي ثم ذهبت للعمرة في هذه الأيام العشر، هل عندما أنتهي من العمرة آخذ من شعري وأنا قد نويت الأضحية؟ نعم، إذا كان يتحلل من العمرة أو من الحج فإنه يقصر من شعرها ويحلق بقصد التحلل من النسك، أما إذا كان ما هو تحلل من نسك
فيمتنع حتى يضحي. نعم. وهذا سائل يقول: أنا أسكن بشقة للإيجار وهناك ما يقارب 5 أشخاص أو 4 أشخاص غير مسلمين، ماذا علي فعله وكيف أهديهم وكيف أهديهم؟ يسكن في شقة ومعه غير مسلمين، فماذا عليه أن يفعله وكيف يهديهم إلى الإسلام؟ يبين لهم مزايا الإسلام ويدعوهم إليه، يوضح لهم ما هو الإسلام الصحيح، الإسلام الصحيح الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، يدعوهم إليه. هذه فرصة له معهم. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل العنفقة شعر تحت الشفة السفلى من اللحية؟ إيه نعم، العنفقة من اللحية. نعم. وهل يجوز تقصيرها وإذا جاز تقصيرها؟ لا يجوز العبث فيها أبدا، من اللحية، توفرها مثل ما توفر اللحية. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: انتشر في الآونة الأخيرة خاتم ويسمونه بخاتم التسبيح. انتشر في الآونة الأخيرة خاتم يسمونه بخاتم التسبيح. تسبيح؟ التسبيح. إيه. ها؟ للعد يعني. للعد، لا، العد بالأصابع أفضل. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يجوز الذبح بنية التقرب إلى الله بدون سبب شرعي من عقيقة أو أضحية أو نحوهما، أم أنه بدعة؟ هل يجوز إيش؟ هل يجوز الذبح بنية التقرب إلى الله تعالى بدون سبب شرعي من عقيقة أو أضحية أو نحوهما، أم أنه بدعة؟ فقد سمعت بعض الدعاة يقول ذلك. الذبح أقسام، الذبح للحم والأكل اللحم هذا مباح، ليس فيه أجر وليس فيه إثم، مباح إذا كان يذبح لأجل اللحم. والذبح إذا كان بقصد التقرب إلى الله بعقيقة أو أضحية أو تصدق على الفقراء هذا مشروع وفيه أجر، وهو عبادة لله عز وجل، صلي لربك وانحر، هذا عبادة. والذبح لأجل الجن أو لأجل تبرك في المنزل أو لأجل، هذا شرك ولا يجوز. نعم. الذبح أقسام. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم قراءة الفاتحة على روح الميت في مثل اليوم الذي توفي فيه؟ لا أصل لذلك، لا يقرأ للميت شيء من القرآن، لا الفاتحة ولا غيرها، ما ورد هذا، إنما ورد الدعاء له أو الصدقة عنه. فإذا كنت تريد نفع الميت تصدق عنه، إذا كنت تريد نفع الميت استغفر له وادعو له، أما أن تلجأ إلى أشياء مبتدعة فهذا لا يجوز ولا ينفع الميت. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: رجل مسلم في الغرب يحتاج إلى عمل بشدة له. يقول هذا رجل مسلم في الغرب يحتاج إلى عمل في الغرب، نعم، في بلاد الغرب، نعم، يحتاج إلى عمل له ولعائلته المحتاجة من أب وأم، ولقد عمل عدة مقابلات وظيفية شخصية وهاتفية تصل إلى 40 مقابلة، ولقد ظن أنها بسبب لحيته لم يقبل، هل له أن يقص منها بأقصر من القبضة؟ لا يطلب الرزق بمعصية الله، يتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، لا يطلب الرزق بالمعصية أبدا، لا بحلق لحيته ولا بقصها ولا بغير ذلك، تمسك بدينه ويسأل الله والله يفتح له باب رزق من حيث لا يحتسب. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل تشرع الرقية على غير الماء كالعصير والعسل والطعام؟ لا بأس بذلك، لا بأس أن ترقي على شيء من المشروبات المباحة، لا بأس بذلك. نعم. وهذا سائل يقول: ما حكم الإشارة بالسبابة في غير الصلاة عند الذكر والدعاء عموما وعند التهليل خصوصا،
وكذلك عند الشهادة. لا بس تشير بالسبابة عند كلمة التوحيد وعند ذكر الله عز وجل، لا بس بذلك. ولو لو ما انت في الصلاة يشرع هذا مشروع، ما انتهى الوقت. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم.